وحان جوجي سياد برمركي اللي بحناي على الحمراء هاني وعسليه إن سياد برمركو بحد دولة في عنا هليسين إلا حتى ديقد يرفعت كقلنا ولقو جرنا مركز دولة الجبيه وقصور جيدة هاني مالي وحواي معارض كالقصة همينا مالي دولة دول قول جوابين مركز مرايك أنتو جو مراد أوجو ودن كان ما بدي جاي بتعتم بس أنا أمسك أبوكم وعينا سيشرا يسوق شنا لكن هو أخر سعودية أخر تربانا وحواي وأنا لينا وأنا عم باري هنا ولا المعنى بعدين ما جوكتا بود لين ما جوكتا سمال لين ما جوكتا ما حاول يومه مركز موضوع شيء يكون معنا إساسي أسرع وإن لوك على شعب ولا دول كهوب تلك النصاق على أدل دوت كين إقاطان ريبو ما أركو دوت كأننا وضع دقمة معها وحبا لفاهم هدا ساعدين لصودا فأيا هيد مركي مامو القبول أنا إقاطان تكو ديجان غواري ووين وصدي يبوك فربضان كواسي أو كسو بدبي في دودة إثيوبيا بل فد دولة الصومالية هيا سلابة داسي كو عم باريسي دولة إثيوبيا قار كم إذا شعب كم مقدشو هيا عرقتيا كالدوان كديبتاي كو كاني كسو بدبي في دودة إثيوبيا هيا سو قلي صوماليا والله أني وارنتاس أرن خلطانا واركا مدحوين حس الشيخ أسا وطن كامسين كده أسا لغا ربا تاسي إنو كحلو ومعنا أو إسكدايو سياسة دان ومعنا كي نمضى هنا وسكت دايو حسش شق أسال لجروا وعلى جروا إنه لي ماذا فعل وعلى جروا إنه لي ماذا سياسة ومعنا الوجهة إثيوبيا سيد معنا صوبته أيضا إثيوبيا وحوت على تنتانسي بلانيو جيل شباليو لا كم ترى زي ما مول قبل هذا أنا وحنا وكم هذا يالو إثيوبيا وكم هذا يالو بين الله شيء ولا في عيا مكان وده هذا أفر سنو كور حدود أنا حرينا أرينا عصا جرتي دولة دي هرو تكتي والقول اللي له حدود دي حريص أريماس وكل تنظر عضو كل جعل سنائي وأي ما أنت دي حدود ده كل حرنته وكل كنترول عليه يسوق دبايو وقاله ده تدقق شري ما أنت ما ده حد جوكته هو أركان فكر قلدن فكر كدولة دي هرو ما أنت لكن وحي أركان هم تي أركان حقيقة دي وضمكو ما ده وح وجريتان كيس كل جرائن وحدود دي سحرنته مرة والله صعب يسوق دبايو وحنا دي دي كرو وحنا أقولها كرو دولة نمو وش وين تاس حد دا وين تاس هري كريم متي دولة وامر أول مركب واحد ليه ما دخل نفطي دليل بيقطع أو دليل شيء قطع أو شيء جاية ما من قبل هذا نواكسي دريه مصاوته ما دخلوا سين بريم ما دخلوا وحكي عرض ما من قبل هذا وحكي عرض كيف ما دخل أي سمين عين حدوه ما دخلوا يعني نقول آن له أتكيس له وود استعمال أي وطن كي ونقول له حقه استعماله مرنا حالة هذه حالة وين أول استعمالها هذا لكن ورلا وركا وسك جامعية فرق قدر وياه عندنا قدر وياه وط عد كستك وسوين اسمه أنت هير وحمرينا الصومالي دي قبيلة دينا على سمي سنو قبيلة كسر على وسميس عاوا مرك ما دحدي وطن كي مدحويني وطن كي أول ينكروها قبيلة كسر على وسميس ماشي وحكي عاد فرق جيل قاورة سعو تقبيل كي ميال البو ما يكون جدا ساسو حلو يرتي كلا دولة دي أود استعمال شو هو معناها اللي هو دولة وطن كمسؤول كه هذي أود استعمالين فحيمان هاي فرجلين عد كست قبيل كست على وصميس قليل كست قبيل كست حكم عدين هاي يعني دولة مجرد فش ليك كست على وصميس تلمامو أساس كم تعمر كم أنت إثيوبيا كليما واحد ده دلوقتي كواي واحد كم إذا إمارات كم إذا مريكا كم إذا وما أقوله دول ما حرم هذا عيد كأنه أود وشقيس اسمه ملا وما أقوله وفرجلين تعاون أو بنان دولة ده هو حلول الليل أي يعني حدود ده تيجي حدود ده لون بهنا المانتة دولة ده كفكرة اسمه ترى هي سطع حدود هذا يكون حين انتهى عدك السوق اللي كتبه وضنا كوه وضنا كوي هاي أما ما دحينه كوي هاي إنه حدود السوق حين انتهى هذا يكون حين عدك استاك السوق ليش وهذا إثيوبيا كريه كقالينا ودو وضنا بدنا السوق لاي وضنا بدنا السوق لاي إثيوبيا كريه معن شدال كاي وحرة ما إن ما عليك صلب اللي قيستار ما عنده إلا قاتار ربع أما إسمه وين يكون جو تار وعليك استو هذا يكون جو هذا كعب حلو واسكو في العاد وهو ما أقوله ما دحض هذه ما أنت عيد مركل اللي سو وحال سوينا يا هو حتى إمارات كهنا قدو أو مريك هنا قدو ديارة ماشي برت عيد إنك عدو جوجي أو لو قد جي ديارة لو قد جينا وهو بسيرين هو أسكعدها كوضوع الشمس أرسلوا دي ملهم هذا إنه حالي وحاله يعني أنا أكو قلدنا اللي مالي حواي معارض يا الغصو همينا مالي دولة دول غل جوابين مرك مريك أنتو جو إمارات أو جو ودن كان ما بدي جاي بتعتم بس أنا أمس فكر جاي كهلا يلا يقول يعني وأنا ديسا حاجة غوال ما لاحظوا هذا فكرته نيك ما أنت أمر كيس قادو واي أو سفارة أمر كيس قادو بعينه وحلو به هنا يذكر عبد سول إبراهيم أبان كقاد أمر كيس قادو كبح حد عيننا بيجوا قبو عينكم حلو به أمريكا إن أغلى لو استعماله إيه حد أغلى بحوي وين حق لو استعماله تيسا بريمون سومالي عينكم ما يسمونه
waddanka Soomaaliya askar Itoobiya ma laho Imaaraadna ma laho Mareykanka ma laho dadweynaha waxa uu sheegay inay dowladda la shaqeeyaan ay si xaq u la shaqeeyaan haddii la shaqeeyo dhibaatoodu way saameynaysaa cid kasta ay saameeyaan lugtu ganacsata ha naqato aqooniya ha naqato arda ha naqato way saameeyaan dhamaanteen waa in umidooda waxa ka soo kordhi kara baa xariir la'aan oo dalka Soomaaliya Itoobiya naqahaayo waayo dalkeena waxa jiro shuruuc caalami ah oo markay macaayil maadaama xuno qabtay raaq qaaday hubku waa inaan si sharci ku soo gashanaa laakiin hub oo qorsoodiya oo ku turbaana waxa way waan dhaliinaynaa waana cabaareyna walaal macaane marka hadaan aan muwaadin Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol inay ka waantooto Itoobiya waxyaabaha ay ku dhaqmayso dalka Soomaaliya waa dal oo madaxbanaanidiisa ay tahay biyo ka maribaan marka Itoobiya waa dhaliinaynaa walaal hubkaas oo Puntland hadda soo geliyo hub oo sharci darro arka maadaama dawladda ay raali ka ahayn oo hubku xal u yahay dawladda oo marto oo dawladda bagto oo abar qaato waxa hubka marka hadii hub oo sharci darro yahay oo dawladda raali ka ahayn oo hub ficamaal oo hub sharci darro yahay intaasoo wax kale aniga hubka awalba ilaa 90-koodii uu noo imaanay anaga waana daldalanaynaa dadkeenna iyo goboladeenna way arursanayeen iyo qabiiladeenna marka hub ay soo iibsadeen anigu dhib uma arko laakiin waxaan dhib u arkaa Itoobiyaanka la soo galay iyo Itoobiyaanka la leeyahay iyo dawladdeena lagu la soo dagaalayay iyo aniga dawladdeena lala dagaalaa aniga aan ka soo horjeeda dawladdeena lala dagaalana waxa ii diiday inaan ka hor imaadana waxa ii ogolaatay waxaan joogay siyaad barre markii la bixinayay cali xamar ahaa aniga waxaan isdhahayna siyaad barre markuu baxo dawlad fiican helaysiin ilaa hadda dhiiqadii rafaadka galnaa weli ku jirnaa marka dawladda jibiyo waxa ka soo horjeeda aniga dawlad la'aan dawlad xun aan dhaanta dawladdeena waxa u sheegi karnaa moogi dagaal waxa noogu ma laha xataa anigu waxaan aaminsanahay Al-Shabaab inaan la dagaalno wanaag laga raadiyo qof kasta oo dhibkeena runta loo sheego in la yiraahdo ajnabi isku keen diraya anagu aan tashanno wixii anaga gudaheena wixii ah aan isku qabsanno weligaan biyaa isdayna daarno laakiin wixii dibadda noogu yimaado ajnabiga oo Soomaali ka baxsan waa inaan u midownaa markay kuwaas laga tagaan aan isku soo jeesanno anaga hadaan rabno laakiin cadu markuu yimaado waa inaan anaga dhabarka saarnaa oo cadu ku sii jeesanaa adduunka dhanaan hadda cadu nagu anaga sida aan misana aan dareensanahay adduunkan la soconaa marka hub dalkeena soo gala oo dal dadkeena ay qaataan dhib uma arko dadka dhana wada doqomo ma aha waxba la fahmay hadda wax qaxuud baa la fahmay hadda yacni carabiga lagu batay haddeertaan barashada carabiga aw luqadda carabiga lama aqoonin markii luqadda carabiga wadankeena ku soo bateena waxuu badanaa la fahmay dadkeena dalkeena hadda dad waxay u baahan yihiin isku duubnaan bes ee kala firaarshanaan uma baahna wax walba waan fahasannaa hadda dadkii jaahilinta hadda xataa ka soo ilbuxooyaan marka mar dhow waxaan u maleynaa ilaahay inuu nacafi doono annaga markii horeba cara allah nahaysatay soomaaliya oo dhan aa wada doqona ma aaminaysa adiga aawi dheergaradkii aawi culimmadiinkii maxaa ay u hadlayhiin wax u fangarin laayihiin waxa waaye cara allah nagu socotay waa fahanto maaha ilaahay markuu nacafiyaana hagaagayna annaga inta ka horeysana annaga waxaana la ka rabaa inaan fiirinno raadraadinno hadalladii ilaahay hadalladii ilaahay lagu raaxaystaa oo horumar lagu gaaraa ani wallahi hadda cabsi iigu jirta ma jirta xataa Itoobiya wax kaa qaadi karta iyo ma aaminsan aniga maskaxdeyda waxay jirtaa xagga ilaahay ilaahay toobadkeenkii ilaahay inaan badinno aan nagu haboon ee bini aadam wax naga qaadi kara anaga ma jirto dhibka hore awal lagu socday cara ilaahay ahayd hubna soo galayna wax dhib uma aragna anaga awalba wana soo geli jiray walaalahan hub hadday helaan waxay tahay xoog yaa noo batayba annaga gobol walba ani waan jeclaa hadda ani mideeda kale waxaan kasii waxaan ahay qabiilka soomaaliya dhan sheegan kara gobol walba oo soomaaliya uu joogo waan degannahay marka soomaaliya dhan saas darteed aniga waxay ila tahay qaali dawlad aan necbaha ma jirto gobol aan necbahayna ma jirto meel walbana waan jeclahay insha allah biidna kale dadka u istaagi doonaana ka mid ahay dalkayga iyo dadkaygii diintayda insha allah mar dhow waqtiga hadda laglag daaya maahane waan soo socdaa waan imaan doonaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari nolosha dhaqaale premier wallet